مشاهدي متابعي تلفزيون اليوم السابع، موجودين مع حضراتكم من تكريم الابطال الاولمبيين لاولمبياد باريس 2024، وبيشرفنا وبينورنا طبعا كابتن احمد الجندي الحاصل على ذهبيه اولمبياد باريس. احمد طبعا احنا بنبارك لك طبعا على الميداليه، وبنقول لك انك اكيد طبعا شرفتنا وشرفت مصر. طبعا انتوا اتكلمتوا كلام كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت، الناس كلها بقى دلوقتي عايزه تعرف احمد الجندي بعد ما وصل للليفل الاكبر وبعد ما حقق الميداليه الذهبيه، ايه اللي بيفكر فيه؟ يعني من لوس انجلوس من دلوقتي هنعمل ايه؟ لا اكيد طبعا، يعني ان شاء الله عندنا على ذهب لوس انجلوس 2028، وحققنا لنا رقم اولمبي وعالمي جديد. اتمنى ان ان شاء الله يتحقق تاني في اولمبياد لوس انجلوس وتكون برضه ميداليه الذهب ان شاء الله. تمام، يعني انا عارفه النهارده يمكن كمان كانوا بيقولوا في التكريم انك انت النهارده كان عندك التدريب، مفيش وقت راحه كبير جدا. خليني برضه اسالك عن حاجه مهمه جدا وهي دور الاسره. يمكن احنا شفنا مشهد قوي جدا طبعا لوالدتك ولخطيبتك كمان ولكل اسرتك اللي كانت متواجده معاك. كلمنا عن فكره دور الاسره في دعم البطل الاولمبي. لا طبعا، دور الاسره بيبدأ من الأول خالص، من ساعة ما ابتديت الرياضة من عندي 6 سنين، فدورهم كان كبير. ويمكن الميدالية، مش الميدالية دي بس يعني حتى كل البطولات اللي حققتها قبل كده دي حاجة أنا بهديها لهم هما. ويعني دايما ببقى أي حقيقة بتبقى هما قصاد عيني، يعني إن أنا بوفيهم حقهم ويعني بديهم بس جزء من التعب اللي هما بيتعبوه معايا خلال السنين اللي فاتت دي كلها. فانا بتشرف ان انا دايما ببسطهم وبسعدهم، وكفايه يعني ان هم بس مامتي وبابايا بيبقوا واخدين وقت اخواتي عشان يدوني الوقت ده. يعني اكيد اخيرا مش هطول عليك، عايزه بس اسالك سؤال مهم جدا، فكره الدعم النفسي او فكره ازاي انتوا يعني قبل ما تكون داخل بطوله مهمه جدا زي الاولمبياد، الجانب النفسي بتتعامل معاه ازاي؟ الجانب النفسي بيبقى يعني صعب شويه، ان خلال حدث الاولمبياد طبعا بيبقى يمكن الاولمبياد عشان الحدث بيكرر كل 4 سنين، فبيبقى في ضغط كبير قوي عليك خلال الاولمبياد، وان العالم كله بيبقى متابع الاولمبياد. بس في نفس الوقت احنا دايما بنهتم بالتدريب النفسي والتدريب العقلي، عشان انت ممكن تبقى جاهز 100% فيزيكلي، لكن منتلي ممكن يبقى في حته صغيره ناقصه. فبالظبط جدا طبعا، خصوصا ان انت يعني كنت في اخر البطوله وكان في كلام كتير وجدل كتير جدا وكان عليك ضغط عصبي. الحمد لله، يعني يمكن اخر يوم اليوم اللي قبل الاخير انا وساره قدرنا نحقق الميداليه دي، فالحمد لله يعني كان توفيق من ربنا.